على كل حال زي ما بنتكلم النهاردة مع انطلاقة بقى حلم العشرة، عايزين نطمن على نجومنا الغايبين زي ما احنا سمعنا في بعض الغيابات للأسف الشديد، وكواليس كمان مهمة ان احنا نعرفها عن عودة بعض النجوم ومجهودات كبيرة عملها كمان الجهاز الطبي خاصة في مونديال الأندية. خلينا كده ناخد على التليفون ونعرف تفاصيل أكتر. معنا الدكتور عبد المجيد إبراهيم، استشاري العلاج الطبيعي للفريق الأول لكرة القدم وأحد أعضاء الجهاز الطبي المرافق للأهلي بكأس العالم للأندية. يا دكتور بصبح على حضرتك في البداية وسعداء بوجودك معنا على التليفون أنا وكريم في 10 الصبح في الأهلي. أهلا وسهلا، صباح الخير عليكم جميعا، صباح الخير وتحياتي للأستاذ نعوان والأستاذ كريم، وتهنئة لجمهور الأهلي بالفوز بالبرونزية إن شاء الله. مبروك علينا طبعا البرونزية، وخليني أروح مع حضرتك لو بقى كده نبدأ من فكرة هنا حصولنا على البرونزية واللحظات الصعبة اللي احنا بنتكلم يعني قدرتوا ان انتوا تعدوها والاستعدادات بقى اللي ان شاء الله هتكون في المباراة اليوم، تفضل يا فندم. طبعا احنا في مسافرنا لكأس العالم للأندية كان بيواجهنا تحدي ان احنا في ثلاث لعيبة أساسيين وعناصر أساسية في الفرقة كانوا متصابين قبل المباراه اللي هي قبل السفر على طول، اللي هو محمد هاني وحسين الشحات والكابتن وليد سليمان. طبعا يعني دورنا كان مهم جدا في الفتره اللي هي قبل الماتش الاولاني ان احنا نحاول نجهز اللعيبه الثلاثه. نجحنا الحمد لله ان محمد هاني وحسين الشحات يشاركوا ويظهروا بشكل جيد، وان كان الكابتن وليد سليمان يعني ما رضناش نجهز دي وقلنا عشان نحافظ عليه كلاعب كبير ان احنا عشان ما اصابته ما تطولش تفضلنا ان احنا ما يشتركش يعني في البطوله وكده. طيب اتفضل يا دكتور اتفضل. طبعا برضو جاء قبل المباراه الاولى بالتمرين اللي قبل الاخير المباراه الاولى برضو بدر بنون اتصاب في الانكل، وده برضو كان عمل لنا يعني مشكله ان احنا ازاي بقى نجهزه في اليومين دولت بنحاول يلعب وبدون مشاكل بالنسبه لاصابه الانكل يعني، والحمد لله يعني بفضل الله نجحنا في ان احنا نحاول ان هو هيبقى على المباراه اللي بعدها بيومين ان هو يكون جاهز، والحمد لله نزل بدر بنون وادى بشكل كويس في الثلاث مباريات وكان يعني عند حسن ظن الجماهيري. الحمد لله. طيب دكتور عبد المجيد خليني اروح مع حضرتك كمان لهنا فكره عوده جونيور اجاييه كان ليها برضو كواليس كتير ومشاركته في المونديال كان ليها برضو او كان وراها جهد كبير، فممكن حضرتك تكلمنا على الجزئيه دي يا فندم؟ طبعا جونيور اجاييه ده لاعب من اللعيبه المؤثره والمهمه في الفرقه، وده اتصاب في ماتش الزمالك اللي هو النهائي قبل البطوله بحوالي شهر ونص، وكان بالنسبه للاصابه بتاعته طبعا الاصابه بتتخلف الوتر الوحشي اللي هو بيمر يعني بجانب العظم في الشظيه، وكان يعني بتخلع من المسار بتاعه، فكان في راي ان يتم جراحه، وفي راي برضه بيتكلم على انه ممكن يتعالج علاج تحفظي ما دون الجراحه، والحمد لله يعني احنا يعني خدنا بالراي اللي هو التحفظي، وطبعا برضو اكدنا باستشارات في اوروبا وبتاع يعني اكدوا لنا ان العلاج التحفظي في الحاله اللي زي كده كويس وممكن يعني خلال شهر ونص يلحق، وده كان هدفنا يعني ان هو يلحق مباريات كاس العالم للانديه، والحمد لله ربنا وفقنا وشارك جونيور اجاي في الماتش الاخير اللي هو تحديد الثالث والرابع وظهر بشكل جيد جدا وكان يعني طمنا عليه. لله. الحمد لله دكتور، صباح الفل على حضرتك، وبنسعى بقى للمزيد. احنا بنكلم المصدر الرئيسي للمعلومات في الحاله اللي احنا بنتكلم فيها طبيب الفريق، اولا تحياتنا لحضرتك وتهانينا ومجهوداتكم المحموده الحقيقه بتؤتي ثمارها في كل مره وبترجعوا لنا دايما سالمين غانمين محملين بالانتصارات. ف اعرف من حضرتك يا ريت تطمنا على الغائبين ايمن اشرف وطاهر محمد طاهر وعلي معلول ووليد سليمان، اخبارهم ايه؟ هو طبعا في اخر مباراه طبعا ايمن اشرف وطاهر هم حسوا باجهاد في العضله الخلفيه، احنا فضلنا يعني ما يشاركوش في المباراه اللي هي انما الاصابه الحمد لله مش كبيره وان شاء الله يعني ياخد فرصه للاستشفاء بشكل يعني كويس بحيث ان هو يشارك في المباراه اللي بعد كده ان شاء الله باذن الرحمن. بالنسبه لعلي معلول كان اتصاب في ماتش بايرن ميونخ، وعلي معلول يعني كان في شد من الدرجه الثانيه
ويعني برضه نفس الكلام، يعني قدامه حوالي يعني من 10 ايام لاسبوعين تأهيلي اللي هو كنا مستنيين فيه من قبل السفر واثناء السفر، وهيستمر فيه بعد ما رجعنا هيكمل. محمد محمود وكريم نيدفيد ومحمود متولي امتى هنرجع نشوفهم في الملعب ان شاء الله يا دكتور؟ طبعا دولت الاصابات اللي هي الكبيره اللي كان فيها جراحه وجراحات كبيره، يعني محمود متولي اتعور في نص 8/2020 بقى له حوالي 6 شهور، هو دلوقتي بيستكمل البرنامج التاهيلي، وطبعا البروتوكول بتاع الرباط الصليبي دلوقتي في اوروبا وفي العالم كله بيبقى من يعني من 6 لـ9 شهور، فمحمود متولي بيستكمل برنامجه التاهيلي ولازم يمر بالفتره الزمنيه اللي هي المقرره في بروتوكول العلاج بتاعه يعني. تمام. محمد محمود برضه تعرض يعني طبعا لسوء توفيق كبير لانه جاله اصابه في الرباط الصليبي الامامي للركبه اليمين، وبعد كده اتصاب في الصليبي الركبه الشمال، ولما جه يرجع وبدا يخش في التدريبات الجماعيه اشتكى بالركبه اليمين، فاتضح ان فيها قطع في الغضروف الداخلي، فتم خياطه الغضروف، وهو دلوقتي ماشي في البرنامج التاهيلي بتاعه، وهو دلوقتي في الشهر اعتقد الشهر يعني الشهر الثالث او الرابع، وهو لما يستكمل برنامج التاهيلي هينزل ان شاء الله، ويعني هو في المراحل النهائيه هو وكريم نيدفيد. ان شاء الله بنتمنى طبعا كل السلامه والشفاء العاجل لكل اللعيبه المصابه. واخيرا يا دكتور بعد اذن حضرتك اخر سؤال، يعني لان طبعا يعني اللي بيتابع النادي الاهلي وخصوصا في الفتره الاخيره هيلاقي ان الاهلي كانه كان في خلاط، بيطلع من بطوله على بطوله من ماتش على ماتش وسفر ومعسكرات ومباريات قويه جدا مع مدارس كرويه مختلفه، البعض منها بيكون كمان بيعتمد على الالتحامات القويه اللي بينتج عنها بطبيعه الحال الكثير من الاصابات. الملف ده بتتعاملوا معاه ازاي؟ يعني ايه اللي بتقدروا تعملوه عشان تتجنبوا النوع ده من الالتحامات اللي بينتج عنها اصابات قويه؟ طبعا الاصابات دي قانون في كره القدم، يعني عشان نبقى عارفين، لان طبعا ضغط المباريات هيخلي عضلات تجهد، فالعضلات بعد ما يحصل اجهاد ممكن يحصل شد ويحصل نزق وحاجات زي كده. طبعا فهي بنحاول احنا نقلل بقى احتماليه الاصابه، في برامج للوقايه من الاصابه من الاساس بنحاول نعملها للعيبه، حاجات في الجيم بيعملوها يعني بحيث ان هو يقي نفسه من الاصابات. في بقى حاجات في ضغط المباراه بنركز على موضوع الاستشفاء، بنقوم يعني وطبعا النادي موفر لنا استشفاء على اعلى مستوى، ولما يكون مسافرين وكده بيبقى برضه معانا حاجات تساعدنا على الاستشفاء. النقطه الثانيه ان يعني بيبقى محتاجين ان هم يعوضوا الحاجات اللي بيفقدوها اثناء المباريات زي السوائل وزي الاملاح المعدنيه، بياخدوا حاجات يعني بيسموها ايه مكملات غذائيه وسبلمنت يعني عشان يعوض اللي هو بيفقده. اللعيبه الحقيقه ملتزمه جدا، وبرضه بيحاولوا يحافظوا على نفسهم ما يشعروش ويناموا كويس بحيث يساعدهم على الاستشفاء بشكل كويس. طبعا السفر بيبقى فيه برضه احتياطات في السفر، اثناء السفر بيبقى طبعا بيصدق السفر ان احنا بنبدا تطعيمات وحاجات عشان نجهز يعني نحافظ على العدد من العدوى اللي موجوده في الماتشات خصوصا الافريقيه، وبرضه بيبقوا يعني والنادي بيوفر للفريق يعني سبل الراحه في ان هو بيوفر في احيان كثيره طائرات خاصه اللي هي بحيث تمنع الارهاق عن اللعيبه. يعني دي بعض الحاجات اللي الخطوط العريضه اللي احنا بنتكلم فيها بالنسبه لضغط المباراه في السفر يعني. رائع جدا دكتور عبد المجيد، يعني حقيقي استفدنا بالمداخله دي، واكيد جمهور الاهلي كمان استفاد بالمعلومات دي وطمن على بعض اللعيبه. بنشكرك جدا يا فندم على هذه المداخله.